عدنا اليكم من جديد مشاهدينا، صباح النور ليكم وصباح النور لكتون. صباح النور مجددا امين، اهلا وسهلا فيك. اذا نحن مع الاسف انه يمكن في دولنا العربيه اكثر من مره عشنا ازمه اقتصاديه ما خلينا انه نسمع مصطلحات اقتصاديه كبيره وعالميه نظنها للوهله الاولى بسيطه لكنها قد تسبب انهيار اقتصادات الدول. صحيح أمين، فقد رزحت دول عديدة في السابق تحت ثقل سندات اليورو بوند، ومنها من واجه مشاكل فعلية كالبرازيل والإكوادور إضافة إلى اليونان وغيرها، ما استدعى تدخلا خارجيا. وأنه كما يأتي التدخل الخارجي على شكل نصائح أو وصاية من صندوق النقد الدولي، فمتى يتدخل الصندوق وما هي صلاحيته؟ الجواب سيكون مع الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد حسين منصور. يعني دكتور، هالمصطلحات نسمعها بشكل كبير دائما، ان كان على نشرات الانباء، ان كان من خلال قراءتنا الى الصحف، ان كان حتى حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي نقرا عده مصطلحات، ولكن يمكن الانسان ما عندوش فكره او درايه كبيره بتفاصيلها. هل الازمات اللي تواجه الدول هي من خلال طبعا عدم سداد التزاماتها او ديونها، هل هي متشابهه تقريبا بين كل الدول؟ وفي صباح الخير لكم للمشاهدين. مثل ما ذكرت مشكلة المصطلحات الصعبة، مثلا يورو بوند اللي ممكن واحد يتخيلها انه لها علاقة باليورو، بعملة اليورو او باوروبا، اللي هي ما لها علاقة. هي عادة بتكون ديون خارجية بعملة غير العملة الوطنية. عادة الاسباب التي تؤدي الى حاجة الدول للاقتراض هي بيكون عجز بالميزانية، يعني مصروف دولة معينة، حكومة معينة اكبر من ايراداتها اللي بتحصلها من خلال الضرائب وغيره. فعادة المشاكل اللي بتؤدي انه دولة تقترض هي نفس الاسباب اللي بتخليها ترجع تفشل بسد ديونها. اليورو بوند عادة بتكون سندات تصدرها الدولة، بتبيعها بمبلغ معين، بكون قرض، هي وسيلة للاقتراض من الحكومة بعملة غير عملتها الوطنية، ممكن تكون دولار، ممكن تكون ين، لكن طالما هي بغير عملتها الوطنية تعتبر يورو بوند، بتكون لمدة معينة، مثلا 10 سنين بفائدة معينة. مثلا إذا دولة بدها تقترض مبلغ 100 مليون دولار لتسد العجز، عادة بتقترض بعملة أجنبية لما تكون الواردات بدها تشتري تدعم الواردات، مثلا دعم استيراد النفط، استيراد الطحين، استيراد الأدوية، تكون الاقتراض بالعملة الأجنبية اللي هي أصعب من الاقتراض بالعملة الوطنية لعدة أسباب، بتكون لمدة معينة مثلا 10 سنين فايدة 10%، إذا 100 مليون دولار الدولة بحاجة لمدة 10 سنين، من هلا ل 10 سنين بتدفع 10% كل سنة، وبعد 10 سنين بترجع بتدفع ال 100 مليون دولار. نعم، هو اليورو بوند عمليا يأتي لحل أو المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية العالمية، وصندوق النقد الدولي كأنه يعني يعول عليه لدعم أو تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، وهو أصلا استحدث بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز سلامة هذا الاقتصاد. كيف يدعمنا صندوق النقد الدولي في أزماتنا الاقتصادية؟ هلا صندوق النقد الدولي الاي ام اف بيدخل لاحقا. في البدايه ممكن دوله تقترض باستعمال اليورو بوند من دون تدخل صندوق النقد الدولي، يعني اذا وصلنا يمكن للافلاس. صحيح. هلا هي بتجي اذا مثلا دوله بسبب العجز اللي قديها تقترض، نفس العجز ما خليها تقدر تدفع ديونها، لانه عاده بتكون الفوائد عاليه على اليورو بوند، مثلا بتوصل ل 15% على سبيل المثال او اكثر، ما بتقدر تسد العجز، بكون عندها مشاكل اقتصادية. يعني هي بالدرجة الأولى لا طلبت القرض، يعني كان عندها مشاكل، يمكن في هدر، يمكن ضرائب مش مناسبة، يمكن سياسات مالية خاطئة، سياسات اقتصادية إلى آخره. فبعد ما تفشل أو ما تقدر تسد ديونها يدخل صندوق النقد الدولي. يعني مثلا معلش بين مزدوجين أستاذ منصور، دكتور منصور، أنه نحن هلأ بأذار مارس بلبنان مستحق علينا سندات أو ديون، السد ديون اليورو بوند، في حال لم ندفعها ممكن صندوق النقد يتدخل؟ طبعا هلا ممكن يتدخل قبل عدم القدره على دفعها. صندوق النقد بيكون الخيار الاخير لانه عنده شروط صارمه اكثر من غير مستثمرين او دائنين. صندوق النقد الدولي مثلا عنده شروط مثلا بالاوستيريتي ميجرز، يعني شروط تقشفيه اللي هي رفع ضرائب، هي مثلا خصم من اموال المتقاعدين اللي هي ممكن تكون اضعاف العمله الوطنيه، ممكن تكون بالخصخصه، يعني كل هيدي شروط ممكن الراي العام ما يتقبلها، لانه طبعا بدها تاثر على الاقتصاد. اذا انت عندك ضرائب عاليه،
إذا أنت عندك إجراءات تقشفية هيدا رح يخفض الحركة الاقتصادية ببلد وما يمكن يضعف اقتصادك وناتجك الوطني. يعني في عدة أمثلة على هالموضوع. بعد تدخل صندوق النقد الدولي كانوا الإجراءات قاسية جدا، أضعفت الاقتصاد، ما قدر ينمى الاقتصاد ليسد الديون السابقة أو يسد الفوائد على الديون. فممكن دكتور منصور، لأنه باللي ذكرته حاليا سمعنا على دول كثيرة صار معها هذا الشيء، كان اليونان سمعنا عليها مدة طويلة أنه دائما عندها أزمة اقتصادية كبيرة وتدخل صندوق النقد الدولي، روسيا والأرجنتين إلى الآن ما زالت تعيش في أزمة اقتصادية كبيرة. هالدول هذه ماذا وقع معها؟ يعني إذا هي كتجربة، ما الذي صار في هذه الدول وماذا كانت الحلول؟ هذا الأمثلة التي ذكرتها كثير مهمة وكثير مثيرة للاهتمام لأنها غير بعضها. يعني اليونان كان عندها حالة خاصة لأنه إجاها بيل أوت من أوروبا، إجاها إنقاذ من أوروبا لأنها جزء من الاتحاد الأوروبي. فشلت أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، في أحد القروض إجاها 240 مليون دولار، 204 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي عمل إجراءات مثل اللي حكينا عنها، إجراءات جدا قاسية، أضعفت الاقتصاد، صار في حتى بالشوارع يعني رأي عام مضاد، نزل اقتصاد نمو الناتج المحلي من 240 مليار دولار او 230 مليار دولار ل 170 مليار دولار، يعني حوالي 26%. يعني بلد سياحي بامتياز طبعا. يعني حتى خسروا حوالي 100,000 شركه بسنه واحده، سكروا افلسوا. ولا بالارجنتين كانت حاله اخرى. بالارجنتين بال 2001 صار في عندنا كمان هيدي الديت كرايسيس، يعني ما قدروا يسدوا ديون. عاده بصير في مفاوضات لاعاده هيكله الدين او المفاوضات مع الدائنين. اللي صار انه 93% من الدائنين وافقوا على الشروط انه ياخذوا بس 30% من القروض، بينما 7% ما وافقوا. طبعا هو 7% قالوا بكره بيجي حكومه جديده بنعمل مفاوضات جديده بناخذ اكثر من 30%. ما صار هالشيء، ضلت لهلا لليوم بعد المفاوضات جاريه، لدرجه انه وقفوا لهم سفينه للارجنتين. عاده مثلا بعد اعاده الهيكل ممكن يصير في اجراءات معينه، اوقفوا سفينه تابعه للبحريه الارجنتينيه بغانا بعد ما انه احد الاطراف الدائنين تشكوا بغانا على دوله الارجنتين. بروسيا موضوع اخر. بروسيا اللي صار بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، روسيا تراكمت عليها الديون، كمان عملت هير كاتس تقريبا 50%، مما اثر عليها على سمعتها بالعالم، مما دفع الدائنين الجدد او المستثمرين يطلبوا فوائد عاليه على الديون حوالي 45%. فدائما بتشوف دائما في حالات بتختلف من وحده لوحده حسب الشروط الاتفاق. نعم. طيب جدوله الديون او هيكلتها الى اي مدى يمكن ان تكون منقذه في وسط الازمات؟ هلا عاده لما دوله ما تقدر، لما تمرق بدات كرايسيس ما عم تقدر تدفع الديون اللي عليها او الفوائد، عندها خيارين، يا اما الافلاس يا اما اعاده هيكله الديون. اعاده هيكله الديون عاده تجري مع مفاوضات مع الدائنين حتى ما يصير في دعوات وحتى ما يصير في مشاكل أكثر. بصير مفاوضات، ممكن تكون إعادة هيكلة الديون بتغيير الجدول. يعني إذا حكينا أنه اليورو بوند بيكون مستحق الماتشوريتي ديت أو فترة النضوج بعد 10 سنين، بصير في مفاوضات مع الدائنين، أوكي بنعمله مثلا فترة أطول. بعدين كمان بصير في مفاوضات حسب على قيمة الفايدة. طريقة أخرى هي الهيركاتس. الهيركاتس هي خصم، يعني خصم جزء من الدين أو من الفايدة على الدين. طبعا هاي بتصير بمفاوضات بين الدولة المدينة والدائنين. كل ما كانت الشروط تختلف، يعني شروط من مفاوضات لمفاوضات أخرى حسب موقف. بالنسبة للسواب اللي سمعنا عنه مؤخرا، تبادل مع الأسعار الأجنبية أو السندات الأجنبية المستحقة، هلا كمان في أحد طرق الهيكلة اللي هي أنه تأخذ دين جديد لتبدل الدين القديم. نعم. هلا في عمليه سواب بتصير اكويتي سواب، اللي هي مبادله الدين باسهم. هلا هيدي عاده بتستعمل الشركات الخاصه، لانه اذا بتعمله الدوله بتصير اكثر كخصخصه، خصخصه القطاع العام. بتصير تعطي جزء الدائنين بتعطيهم اسهم بشركات مثلا. نعم. مقابل انه يلغوا الدين عليك. يعني الحلول دائما موجوده. يعني ان شاء الله. انا فقط كنت عندي حاجه، مع انه وقتنا انتهى مع الاسف. تونس ولبنان مطالبين بمارس تقريبا انه يتم تسديد هالشيء هذا، هل ممكن يصيروا في حال انه ما صارش او لم يسدد؟ بذا يمكن يكون هل ممكن انه لا يسددوا؟ طبيعي انا الحاله انه كثير مرات بتصير. هل بيصير مفاوضات قبل عدم التسديد؟ كيف ممكن صندوق النقد الدولي، هل ممكن يدعم الدوله لتسدد هيدي الديون مقابل شروط معينه؟ يعني بيصير هو الدائن بدل هول الأطراف. هل ممكن يقنعهم أو يقوي موقفك أنه أنا رح أجي أدعمك؟
يعني انت صار عندك قوه مفاوضات انه مثلا postpone البيمنت، هل نؤجل نؤجلها معنا. نعم. اذا دكتور يعني محمد حسين منصور ان شاء الله ان شاء الله الله يسترنا ان شاء الله يعني هالبوادر الحل اللي ذكرتها تكون حيزة او نضع حيز التنفيذ ببلداننا. نشكرك كنت معنا في هذه الفقره.